بتعمل مشكلة أحيانا، حتى بيبقى لها آثار نفسية وآثار اجتماعية. طيب سببها إيه ونعالجها إزاي؟ إحنا عندنا 95% من أسباب رائحة الفم الكريه يا جماعة بتعود إلى الفم نفسه ومكوناته، فقط 5% تعود إلى الجسم بشكل عام. وأحب بأكد هنا يا جماعة، نادرا لما المعدة يبقى فيها مشكلة تؤدي إلى رائحة الفم الكريه، يعني نقول أقل من 1%، لأن كل الناس معتقدة إن ده التهاب في المعدة وبرصمة معدة وغيره. الأساس إن رائحة الفم الكريهة سببها هو مشكلة في الفم، سواء في الأسنان أو في اللثة أو اللسان أو منطقة الحلق أو البلعوم أو ما تنساش الجيوب الأنفية. لازم نراجع نفسنا ونشوف المشكلة عندنا فين. في الأول خالص نبدأ نهتم بنظافة الفم والأسنان، لازم نستخدم الفرشة، وعارف كويس أوي إنك عندك فرشة وعندك اتنين، بس ما بتستخدمهمش صح، بتستخدمهم بس مش لازم تستخدم الفرشة مرتين أو ثلاثة في اليوم، وتغسل أسنانك من جوه ومن بره ومن فوق كل الاتجاهات، وتغسل كويس جدا، وفي أحسن الحالات بتنظف 60% من الأسنان. 40% بقى ما بتقدرش توصله بالفرشة مهما عملت، لازم تستخدم خيط الأسنان. يبقى إذن تجيب الفرشة وتستخدمها، ثم تستخدم خيط الأسنان. بعد كده بعد ما استنفذت دول ولسه برضو في أثر للرائحة الكريهة، بنستخدم غسول للفم. عندك عشرات الأنواع في الصيدلات، أي نوع بتستسيغه دايما تستخدمه مرة أو اتنين أو تلاتة في اليوم، يبقى بالتلات حاجات دول إن شاء الله تتخلص من رائحة الفم الكريهة. طب افرض اتبقى لها أثر تتجه لطبيب الأسنان، ربما في أسنان عليها جير، ربما أسنان فيها تسوس، في عندك ضرس فيه مشكلة، يبدأ الدكتور يعالجه إن شاء الله تتخلص منها تماما. في أحيان نادرة جدا جدا بعد كل ده مازال في أثر، بس في الحالة دي تتجه لطبيب الأمراض البطنية.